وحول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقوم بدور حيوي لإيقاف الصراع ولوقف إطلاق النار ونزيف الدم. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تسعى جاهدة بالتعاون مع الشركاء لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مشددا على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية من خلال العمل الدبلوماسي وحل الدولتين. ان احنا بنقوم بدور ايجابي جدا جدا في احتواء التصعيد اللي موجود ومحاولة تهدئة الامور والوصول الى ايقاف لهذا الصراع، وايضا للوقف يعني اطلاق النار بشكل او باخر، وايقاف نزيف الدم اللي بيتم دلوقتي. وفي نفس الوقت بنسعى جاهدين بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء عشان نعمل حاجتين: احتواء التصعيد اللي احنا بنتكلم عليه ده، وأيضا مساندة المدنيين في قطاع غزة بالمساعدات التي هم في أحوج الحاجة ليها، في ظل احنا من يوم 7 أكتوبر للنهاردة بنتكلم في أكتر من تقريبا يعني 14-15 يوم، وطبعا ما فيش مية وما فيش كهرباء وما فيش وقود، وبالتالي حجم وحتى مواد طبية ومواد إغاثية ومواد غذائية. فاحنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما أمكن عن أهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي.